في ظل العولمة انتشرت تطبيقات إلكترونية جديدة تتطلب مهارات من قبل مستخدميها. والله مو كلها طبعاً، عندك الواتساب، السناب، الانستغرام، جوجل، إلا واتساب، تويتر، شغلات بسيطة يعني. أكثر شيء أستخدم هذه هويتي اللي هو في البطاقة المدنية وفي تم التطعيم، هذه صارت الحين مهمة جداً. نحتاجها مثلاً نطبقها في أشياء مع الحكومة، في أشياء مواعيد حكومية تكون وزارات وغيرها. صعوبة استخدام التطبيقات ولد مفهوم الأمية الإلكترونية لدى البعض. معقد، يلهيه، مو سهل. مع التكنولوجيا في أشياء. الأمية الجديدة مستويات، منهم من يحاول التغلب عليها ومنهم يلاقي صعوبة في التعامل معها. والله التطبيقات والشغلات، تلفونات هذيل ما أعرفهم أنا، تلفوني قديم يعني، بس أدق ورد فقط لا غير. والله أحاول أسعي، بس هذا العلم يعني في شيء بتوصله في شيء ما توصله. أعرف الموقع أديش، بس يعني مو مرة كل مرة تنجح عملية الشراء. أكيد كان فيها صعوبة، وبالبداية احتجت وايد إن عيالي يعلموني. وبسبب التعقيدات يتم إنجاز المعاملات بطرق أخرى. والله أشوف عيالي ما عندي غيرهم، ممكن أتجه حق عيالي عندهم معلومات، دارسين، وأفضل الناس يعني فاهمين النقطة كلها. طلبات أشوف أنا عيالي في البيت كلهم يطلبون، بس أنا ما أطلب، لا بقيت قلت لهم طلبوا لي. برامج متطورة وإحنا عيالنا اللي يعرفوا، إحنا ما نعرف. كلنا الحين أونلاين نطلب، يعني حتى الأسواق، الجمعيات، الهدوم، كلها صار أونلاين الحين. استخدام التطبيقات له فوائد كثيرة، أهمها الوصول للنتائج المطلوبة. أكيد تسهل الأمور، تسهل وتزيد الاستهلاك، يعني تخلي كل شيء سهل يعني فادتنا من اللوية والفروضة بالسوق وكذي. فادتنا في هذه الأزمة إن ما يصير عندنا تجمعات كبيرة في الوزارة، كل إنسان عنده معاملات وعنده أشياء كذي، فهي وفرت طبعاً أكيد على الدولة إن تكون ما تسبب الأماكن فيها زحمة زيادة على اللزوم. صح الأمور، أكيد زمن هذا الزمن اختلف عن زمننا يعني، وعشان نواكب التغير لازم نتغير.